وبشأن تزايد الفساد الحكومي في العراق وتورط مزيد من المسؤولين الحكوميين في قضايا فساد بحسب هيئة نزاهة، ينضم إلينا عبر سكايب من ستوكهولم أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور عبد السلام الطائي. أهلا بك أستاذ أو دكتور عبد السلام. في البداية، هيئة نزاهة تقول إن وزراء ومسؤولين في حكومتي العبادي وعبد المهدي متورطون بقضايا فساد. السؤال هنا، أين تكمن الأزمة في التضييق على الفساد الجاري في العراق؟ هل هي في المنظومة التشريعية أم المنظومة الرقابية برأيك؟ أولا، حسب اعتقادي أن الفساد ليس مرتبطا فقط برئيساء الوزراء عبد المهدي والعبادي، وإنما بجميع الوزراء، رؤساء الوزراء. وكذلك أرى من منظور علم الاجتماع الديني أن سر الفساد في العراق لا يكمن بالمنظومة التشريعية ولا بالمنظومة الرقابية، وإنما يكمن بنظرية المالك المجهول للدولة بعدم ملكية الدولة. هذه النظرية تعد من المباني الفقهية لشيعة خميني وللأحزاب الولائية، بينما الشيعة العرب الجعفرية لا يؤمنون ولا يأخذون بهذا الاتجاه، وهذا هو خلاف الفرق ما بين الشيعة العرب، شيعة الإمام الجعفري، وشيعة الخميني من الأحزاب. بموجب هذه النظرية، يحق للفقيه أن يتصرف بالمال العام كما يشاء، وكما يحق له أيضا أن يمنح تفويضا للفقيه في الأحزاب وفي الميليشيات للتحكم بالمال كما يشاء، ويعطيه سكا أو يعطيه إقرارا شرعيا مفتوحا للتحكم بأموال المواطنين وبأموال الدولة. ولذلك نلاحظ عمليات السلب وعمليات النهب في جميع المحافظات، والاستيلاء على أموال الدولة وعلى عقارات المواطنين وعلى عقارات الدولة. ونشاهد أنه من الحالة الطبيعية أخذ الكوميشنات. على سبيل المثال، أستطيع المثال أن مدخولات المعابر الحدودية تذهب إلى مجالس المحافظات عن طريق الفقيه الشرعي ولا تذهب إلى الميزانية. هذه العوامل كلها بمجملها أدت إلى انتشار ظاهرة الفساد، وأصبح ثقافة، وأصبح مسألة شائعة ومقبولة، أدت إلى انهيار المنظومة القيمية، وأدت إلى انهيار الأمن الاجتماعي. نعم. دكتور عبد السلام، يعني إذا أردنا ننتقل إلى جزئية يعني تنسجم مع ما تفضلت به من قول الكاظمي في برنامجها الانتخابي، أكد على محاربة الفساد كما تعلم. إلى أي مدى باعتقادكم ترى أنه نفذ ما وعد به؟ غير قادر على التنفيذ. أولا، هو جاء في خطابه الأساسي الذي ألقاه عند تسلمه السلطة بمحاكمة قتلة الثوار، وببرنامجه الانتخابي. وبرنامجه الانتخابي يتمثل أولا يفترض أن يكون قد صدر الآن قانون الانتخابات، وهذا القانون لحد الآن لم يصدر، أو بحل البرلمان، وهذا الشيء لم يتم. ونرجع ونقول أن السبب في ذلك هو تلبس إبليس الإيراني بحكومة الكاظمي. فإذا كان الكاظمي فعلا جادا للتخلص من تلبس إبليس الإيراني، فما عليه إلا أن يلجأ إلى من يخشاه إبليس ومن الثوار ومن الكوادر الوطنية. الفساد الحكومي في العراق دكتور عبد السلام، هل أصبح ظاهرة سياسية تورث في العراق بعد 2003 برأيك، وأنت المتخصص في علم الاجتماع السياسي؟ تفضل. يعني إشارة للي ذكرته في بداية حديثي بنظرية المال العام المجهول للدولة أو عدم ملكية الدولة، فالفساد السياسي هو ظاهرة خمينية، ظاهرة مذهبية خمينية، وليست ظاهرة سياسية. أو هذه الظاهرة أدت تداعياتها على الجانب السياسي. ولذلك فالظاهرة هذه الظاهرة أو نظرية المال المجهول تميز ما بين المال العام وما بين المال الخاص، فكلاهما مجهول يحق لهما التلاعب به، في حين أن المذاهب الأخرى لا تؤمن بهذا الاتجاه، وإنما تعتبر المال العام والمال الخاص تنظر إليه بنظرة وبمعيار واحد. ولذلك فظاهرة الفساد ليست ظاهرة سياسية، وإنما هي ظاهرة مذهبية خمينية جاءت إلى العراق بعد الاحتلال. الآن اللجنة المالية النيابية أكدت أن الديون الخارجية بلغت 30 مليار دولار، والداخلية كما تعلم 50 مليار دولار.
كم من المبالغ ستوفر محاربة الفساد تقريبا في حال حصل وحورب الفساد في العراق؟ كم يمكن أن يوفر من هذه الديون باعتقادكم دكتور؟ الحقيقة ولو أنا لست اقتصاديا بهذا المجال، ولكن أستطيع أن أجيب أن القضاء على الفساد لا يتم إلا باستئصال أو استرجاع الأموال العراق إلا باستئصال المفسدين الذين نهبوا أموال العراق في الداخل والخارج التي هربوها. فالأموال التي هربت والتي سرقت من خزينة الدولة والموجودة في المصارف اللبنانية والمصارف الأوروبية وغيرها، والتي تبلغ مئات الأضعاف عن الديون الداخلية والخارجية التي يعاني منها العراق، فباستعادة تلك المبالغ، ولا يمكن استعادة تلك المبالغ ما لم تتم عملية استئصال المفسدين الذين يتحكمون بالمال العام وبالمال الخاص للمواطنين. من ستوكهولم كنت معنا عبر سكايب أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور عبد السلام الطائي، شكرا جزيلا لك.